وللحديث اكثر حول افتح سوق الاسهم السعودي ينضم الينا عبر الهاتف محلل الاسواق الماليه عبد الله الجبلي. حياك الله معنا سيد عبد الله وصباح الخير، شكرا لوجودك معنا. دعني ابدا معك من اتفاق اوبك الروسي على تمديد خفض لنهايه شهر يوليو الفتره القادمه. اليوم كيف شهدنا ان السوق تفاعل مع هذا العامل العالمي المهم واللي اثر بلا شك على الاسواق العالميه في المجمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية رب عليك بالخير وعلى السادة المشاهدين. في البداية كان الحقيقة تمديد العمل باتفاقية الخفض السابقة هذا كان متوقع الحقيقة، وكان كل المحللين والنقاد والمراقبين يجزمون أن سوف يكون هناك فيه تمديد للخفض، ولكن الخلاف كان على مدة التمديد. يعني أكثر الآراء كانت تقول أن التمديد سوف يكون حتى نهاية العام أو على الأقل لمدة 3 أشهر، لكن الحقيقة ما حصل هو أن كان التمديد لمدة شهر واحد فقط، بعدها تبدأ المراجعات. أنا أعتقد كلما ارتفعت أسعار النفط كلما كانت المفاوضات بين مجموعة دول مجموعة أوبك بلس كانت أصعب، والدليل أن خلافات اجتماع يوم 4 أبريل لا تزال حاضرة في الأذهان حتى الآن. لكن الحقيقة من الناحية الفنية سعر النفط يعني خلال شهر ونصف تقريبا حققت ارتفاعات تقريبا بنسبة 500%، هذه ارتفاعات كبيرة وجيدة ويحقق صراحة جزء من أهداف الاتفاق التاريخي الذي تم خلال شهر نهاية شهر أبريل. جميل. لكن لا زالت يعني بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية لا زالت بعيدة عن المتوسط الدخل الذي بنيت عليه الميزانية. جميل. برأيك أستاذ عبد الله اليوم كيف ممكن الأسواق تستفيد من اسم خلال الفترة الحالية الشهر يتم الاتفاق على تمديده؟ والله جميع الأسواق الحقيقة استفادت، يعني لو نظرنا إلى السوق السعودي مثلا حقق حوالي 900 نقطة من الارتفاعات، لو رأينا أيضا إلى السوق الأمريكي حقق تقريبا داو جونز أكثر من 6000 نقطة من الارتفاعات، فلذلك استفادت الحقيقة خاصة الأسواق الخليجية والأسواق الأمريكية بغض النظر عن السوق الأوروبية والآسيوية، هي استفادت الحقيقة استفادات عالية وكبيرة حتى أصبحت في مناطق متضخمة سعريا، ولذلك لو رأينا خلال مثلا ما تبقى من هذا الشهر عمليات تصحيح سواء على السوق السعودي أو الأسواق الأمريكية أو حتى النفط، فإن هذا الأمر الحقيقة مبرر وطبيعي. جميل. بالنظر إلى يعني نتائج الشركات للربع الأول من العام بعد أن أظهرت غالب الربع من الشركات تراجع في أرباحها وصلت إلى 100 تقريبا أو إلى 75 مليار و103 شركات أعلنت عن نتائجها، قراءتك بالنسبة كعوامل محلية الآن بالنسبة لسوق الترقب لنتائج الشركات؟ والله لو رجعنا إلى بداية فيروس كورونا ومتى بدأ تأثيره فعليا على الشركات في السعودية لرأينا أنه بدأ تأثيره فعليا تقريبا النصف الأخير من شهر مارس، يعني لم يطال إلا تقريبا أسبوعين من الربع الأول كامل، ولذلك يعني تراجعات الربع الأول أنا أراها بروفة صراحة لنتائج الربع الثاني. نتائج الربع الثاني سوف تكون أسوأ بكثير، لأن الربع الثاني كاملا يعني عاش خلال فترة تداعيات كورونا، والحقيقة أن تداعيات كورونا لا زالت قائمة حتى الآن، ولذلك ربما نشهد يعني خلينا نقول ضغط خاصة على القطاع المصرفي، لأنه يعني لا يوجد أفق متى سوف ينتهي موضوع كورونا حتى الآن، والحقيقة الكثير من المقترضين من البنوك سوف يعانون كثيرا، وبالتالي سوف يعاني القطاع المصرفي من تلبية مقابلة التزاماته. جميل. أرامكو سابق، برأيك كيف ممكن تستفيد من اتفاق خفض الإنتاج حاليا الفترة الحالية أسعارها في السوق، خاصة أيضا كذلك أنه أرامكو لدينا أيضا غادا يعني موعد أحقية الأسهم المجانية للأفراد السعوديين؟ طبعا الأحقية هي إن شاء الله سوف تكون يوم الغد، من يمتلك سهم أرامكو حتى إغلاق يوم الغد من أسهم الاكتتاب طبعا سوف يستحق 10% من أسهم إضافية بما لا يزيد عن 100 سهم للفرد الواحد. أيضا أنا أعتقد أن أرامكو يعني ارتفعت يعني قليلا خلال شهر مضى، تقريبا ارتفعت بمقدار 4 ريال، وهذه الارتفاعات ارتفاعات جيدة،
وعدم تخطي مستوى 33 أو عدم الاستقرار فوق مستوى 33 أعطى إشارة على أن سهم أرامكو بدأ عملية التصحيح. عبدالله الجبلي محلل الأسواق المالية، شكرا جزيلا لك.